بسرعه معلمين. احنا مش متحركين من هنا غير لما اسمع زغاريت اهل البلد كلها. ساعتها بس هنتاكد ان الزعزوع مات. يا جماعه ده اللي بعتني سامي بيه، هو ومتاكد انه مات. وبعدين هو عايز صوان كبير قوي في الميدان بتاع الكفر، لان في ناس كتير قوي جايين يعزوه. والصوان ده برضه هيبقى مجامله زي اللي عملناه له في الانتخابات. وماله لما نجامل النايب بتاع دايرتنا؟ يا اخويا ما احنا جاملناه المره اللي فاتت وعملنا معاه الواجب وجيت طردنا. بس يا جماعه انتوا مش عارفين حاجه، انتوا مش عارفين سامي بيه ده بيحب ابوه قوي 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 قوي. وبعدين هو عامل حساب، يعني فلوسكم هتاخدوها على داير مليه مكاش اول ما يوزعوا التركه. موت يا حمار، اهو قرب يموت. ايوه الساعه كام معاك؟ انت بتعمل ايه يا دكتور؟ الله، ما تكتم الشهاده وخلصنا. لا ايه؟ لا الله، مالك؟ في ايه؟ انت ايه مالك؟ جالك صرع ولا ايه؟ اجيب لك دكتور يا دكتور ولا ايه؟ الله، ما اقدرش، ده يبقى حرام. حرمت عليك عيشتك. انت بقول لك ايه؟ انت خريج طب ولا سياحه وفنادق؟ ما تقول لي ان شكلك متر. بقول لك ايه؟ هتصل بوزير الطب، والله هتصل بوزير الطب وهقدم له استجواب، هينزلك تمرجي ومش بعيد ينزلك عيان كمان. ابويا كويس ابويا يا جماعه يا دكتور. ابويا طمني، في ايه الموضوع بالظبط؟ عبيد كده مش مهندس، انا سامع النبض بوداني ونفسه طالع نازل. طالع نازل يعني نفسه طالع نازل؟ امال ايه اللي انت قلت نازل؟ استنى بس يا منير، من فضلك يا دكتور طمنا الحاله ايه بالظبط؟ هو كلينيكيا جميع الاجهزه متوقفه. متوقفه؟ ما انت كنت طالع نازل، يبقى متوقفه ازاي؟ مش كنت طالع نازل؟ استاذن انا يا جماعه، مبروك سلامه الزعزوع الكبير. وجوزك، ايه الكلام اللي انت قلته على الراجل ده انه مات؟ ليه تبشروا على الراجل؟ حرام عليكم. تخلص انت وهي بقى عامل لنا حكايه يعني. لا اتلمتي بقى، اتلمي يا حبيبي. عرفتوني؟ ما يصحش. ايه يا بنت انت؟ ازاي تكلمي وتمسكي مراتي بالشكل ده؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، اوعى تقول لي بنت لحسن ارد في كرشك. خلاص بقى سونيا، خلاص اسكتي، خلي اليوم ده يعدي على خير. هي اللي غلطت فيا وغلطت فيا انا كمان. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه دول؟ انتوا هروش ولا ايه؟ لا بقول لك يا سامي، انا ما اسمحلكش تبهدل فينا اكتر من كده. علم مراتك الاول الاتيكيت والذوق. الاتيكيت والذوق سيبناهم للست مراتك. يا جماعه ايه؟ اتلموا بقى، خلوا عندكم دم. الراجل بيموت فوق وانتوا عاملين تتخانقوا. ما حضرة النايب جايب دكتور عشان يخالف ضميره ويعمل شهادة وفاة لأبوكم وهو حي. اتفضل اتفضل يا سيادة النائب، اطلع لمراتك فوق. نعم اطلع لمراتي، المهم انت تعرف تلجم مراتك. يلجم مراته؟ ارد عليه دلوقتي؟ عيب عيب يا نجوى. ما ترد يا بنت المنجد. ارد بقى، هرد. بقول لك ايه، انا ما اسمحلكش ابدا. عشان مكشوف الحقيقة. ما تتلم بقى، اتلم بقى يا اخي، ما كل واحد حر عيد زي ما هو عايز. دول اخوات؟ دول اخواتي؟ اخوات نائب تحت القبه؟ انتوا عار. انت اللي تلعب بالبيضه والحجر. نجوى اتفضلوا. تعال. شفتوا السيادة النائب بيعمل فينا ايه؟ طول عمره اناني ومش بيفكر غير في نفسه وبس. لسه برضه بتفكروا تمشوا قبل ما تعرفوا راسكم من رجليكم؟ هنعمله ايه بس يا منير؟ انت عارف سامي طول عمره نجل، ما عندوش ضمير. هو يشتريه ولا يشتريه؟ انا مش قادر افهم ازاي قلبه يطوعه ويتصرف تصرف زي ده ازاي؟ لان سياده النائب طول عمره كده اناني، ما بيفكرش غير في مصلحته بس.
حتى أصوات الناخبين اللي نجحته ما فكرش مرة يجي يزور البلد ويشوف طلباتهم إيه. صبحة كتبت له العقد بتاع الطاحونة وبعد كده اداها بومبا، مصنع الكيماويات اللي هيضر الزرع والبني آدم والحيوان، ما فكرش يقدم استجواب في مجلس الشعب علشان يوقفوا. اسمع منير، إحنا معاك واللي تشوفه اعمله وإحنا وراك. وأنا كمان زهقت، أنا ما عنديش وقت. أنا خلال يومين بالكتير لازم أمشي. يعني إيه؟ هتمشي من قبل ما تعرف احنا ناويين نعمل ايه؟ يا عم انا قلت لك انا عندي فرصه في فرنسا، انت عايز تضيعها مني ولا ايه؟ اسمع كلامي، بكره تورس وساعتها تعمل مشروع زي ما انت عايز، اعمل هنا اي مشروع يعجبك. لا مش عايز فلوس من بابا، انا هعتمد على نفسي. مش عايز فلوس من ابويا، كفايه اللي حصل. وبعدين انا حبيت واحده وعتقنا بقى انسان جديد نظيف. مرمت الحجار يتعامل كده فيا في بيت عيلتك ومن شويه نوكلس؟ حجار حجار حجار، خليتيني كرهت حجر رشيد، كرهت الحجر الاساس، كرهت الاحجار الكريمه كلها. يا ست خلاص هاخد لك حقك. هو انت عارف تجيب حقك لما هتجيب لي حقي؟ يا ستي اعمل ايه؟ اللي انت خططتيه، اللي انت رسمتيه، انا نفذته. انا خلاص مش طايقه، مش طايقه اعيش في بيتك تاني، اتصرف. انا اتصرف اعمل ايه؟ ما احنا لو مشينا من هنا غلط هنديهم فرصه يلعبوا بدلهم من ورانا. لو كنت اعرف ان عيلتك بديول ما كنتش اتجوزتك. وبعدين انا مش غبيه عشان اطلب منك طلب زي ده، احنا لازم نكون في الصوره ولازم نحط ايدينا على حقيقه الثروه. لاحظ ان الوقت بيمر وده مش في مصلحتك. بقول لك ايه يا ميرفت، المشروع بتاعك اللي في العمريه مش ينفع يتقدم كضمان للقرض؟ لا طبعا ما ينفعش، لانه مكتوب باسمي. ها وبعدين لاحظ ان الذمه الماليه للزوجه منفصله عن الذمه الماليه للزوج. طب افرضي يعني ان الحاله يعني عصلجت معانا وبابا لا قدر الله طول، مش ممكن تبيعها لي بيع صوري كده؟ ابيعها لك؟ هو انت مستخسر فيا حته مشروع طلعت بيه منك؟ هو ده يجي ايه جنب المشاريع اللي الستات بتعملها من فلوس جوازها؟ خلاص خلاص يا ميرفت خلاص. ده بدل ما تفكر ازاي تجيب حقوقك من اخواتك. ما ينفعش يا ستي ما ينفعش، اخواتي لازم يتاكدوا الاول ان بابا مات، وبعدين دول خايفين يجيبوا حتى محامي عشان يحسب لهم التركه. لا انت لازم تقنعهم، حاول تقنعهم. انا مش طايقه اعيش في البيت ده ارجوك.